السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 8 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التآلفية. التمرين رقم 8 يقول اف واج دالتان تآلفيتان معرفتان كما يلي. اذا لدينا اف دو اكس تساوي جوج اكس ناقص واحد، وجي دو اكس تساوي اكس زائد واحد على جوج. السؤال الاول، انشئ دي ودلتا التمثيلين المبيانيين للدالتين اف وجي على التوالي. على التوالي تعني ان اف، ان دي هو التمثيل المبياني للداله اف، ودلتا هو التمثيل المبياني للداله جي. السؤال الثاني، حدد احداثيتي النقطه او تقاطع المستقيمين دي ودلتا في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ممنظم. اذا نبدا بالتمثيل المبياني، انشاء دي التمثيل المبياني لاف او للجي، التمثيل المبياني ل اف. اذا اف هي داله عباره عن داله تالفيه. حنا كنعرفوا بان الداله التالفيه التمثيل المبياني ديالها يكون عباره عن مستقيم. لانشاء مستقيم يكفي تحديد نقطتين من هذا المستقيم. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الجدول وغادي ناخذ قيمه اكس ونحددوا الصوره ديالها. اذا هنا غنحاولوا نحددوا قيم اللي تكون سهله في العمليه الحسابيه. اسهل قيمه هي نعطي الاكس صفر ونلقى اف ديال صفر. اذا اف ديال صفر شنو غادي تجي؟ غادي نعوض اكس بصفر. اذا غتجينا جوج مضروبه في صفر ناقص واحد. جوج في صفر هي صفر، وصفر ناقص واحد راه هي ناقص واحد. اذا ناقص واحد. إذا نحن لقينا النقطة الأولى اللي هي صفر ناقص واحد. النقطة الثانية بنفس الطريقة، غادي نعطي الإكس قيمة تخالف طبيعة الحال صفر، نعطيها مثلا واحد ونلقى إف دو واحد. إذا إف ديال واحد كنعوضو إكس بواحد في الدالة. إذا جوج مضروبة في واحد ناقص واحد، جوج في واحد هي جوج، جوج ناقص واحد كتعطينا واحد. إذا ها هي النقطة الثانية، إذا واحد. إذا ها النقطة الأولى وها النقطة الثانية، دائما أفصول أرتب. إذا واحد واحد. إذا دي يمر من النقطتين صفر ناقص واحد وواحد واحد. إذا أنشئ دي، إذا صفر ناقص واحد يعني النقطة، هاد النقطة هذه، وواحد واحد يعني هاد النقطة هذه. إذا المستقيم غادي يكون بهاد الشكل هذا. هذا المستقيم دي، طبيعة الحال الإنشاء ضروري يكون بالمسطرة. بنفس الطريقة غادي ننشأو المستقيم دلتا. إذا بالنسبة لدلتا، فلدينا جي دو اكس تساوي اكس زائد واحد على جوج. اذا غنعطي الاكس قيمه، نعطيها صفر ونحسب جي ديال صفر. اذا جي ديال صفر كنعوض اكس بالصفر، اذا هي واحد على جوج. اذا جي صفر هي واحد على جوج. اذا النقطه الاولى هي صفر واحد على جوج. بنفس الطريقه نعطي الاكس قيمه اخرى، اي قيمه غير تكون سهله باش تجينا سهله في العمليه الحسابيه. اذا هنا ممكن نعطي مثلا ناقص واحد على جوج. اذا كنعوضو كنحسبو اف ديال ناقص واحد على جوج. اذا كنعوض اكس بناقص واحد على جوج. اذا ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج، عددان متقابلان كيعطيونا صفر. إذا النقطة الثانية هي ناقص واحد على جوج صفر. دائما نبدأ بالأفصول عدد الأرصد. إذا دلتا يمر من صفر واحد على جوج وناقص واحد على جوج صفر. إذا غادي ننشأو التمثيل المبياني الثاني. إذا قلنا صفر واحد على جوج، إذا صفر واحد على جوج
تقريبا كتجي هنا. والنقطة الثانية إذا صفر واحد على جوج، عفوا صفر واحد على جوج غتجي هنا، لأن الصفر الأفصول والأرسب هو واحد على جوج. والنقطة الثانية غادي تجي ناقص واحد على جوج صفر، إذا ناقص واحد على جوج هي هذه، ناقص واحد على جوج صفر. وبالتالي فالتمثيل المبياني غادي يكون بهذا الشكل هذا. إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال المستقيم دلتا. إذا التمثيل المبياني غادي يجينا بهذا الشكل هذا. إذا هذا المستقيم دي وهذا المستقيم دلتا، والمستقيم دي والمستقيم دلتا يتقاطعان في النقطة في نقطة واحدة. إذا السؤال الثاني يقول حدد إحداثيتي النقطة أو تقاطع المستقيمين دي ودلتا في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد مومنتا. إذا مبيانيا ماذا نجد؟ إذا مبيانيا دي ودلتا يتقاطعان في النقطة، إذا النقطة إذا يتقاطعان في هذه النقطة هذه اللي الأفصول ديالها، إذا كندير الإسقاط على محور الأفاصيل غادي تجينا الأفصول ديالها 1.5، وكذلك الإسقاط على محور الأراتيب الأرسب ديالها غادي يجينا هو 2. إذا في النقطة 1.5 2، أي النقطة أو 1.5 2.